علينا القناة ومبروك علينا الإنجازات الكبيرة اللي بتحصل في عهد الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله مصر من أحلى لأحلى ومن أجمل لأجمل. اطمنوا، طول ما فيها شعب عظيم زي الشعب المصري ورئيس عظيم زي الرئيس السيسي، صدقوني مفيش حد هيقف قدامنا. ويمكن أنا الفترة اللي فاتت دي نفسي اتفتحت للعمل النقابي عشان خاطر مصر وموسيقيين مصر والفن المصري. في النهاية احنا عايزين فن محترم، فن جميل، فن يليق بالشعب المصري وبحضارة الشعب المصري، وإن شاء الله ده هيحصل الفترة اللي جاية.